مشروع مرسوم جو 17481 يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، ويهدف إلى الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي باعتباره آلية محفزة. يعني النص أقر يعني الأتعاب بدقة، إما الحد الأدنى بقيمة مالية أو بنسب لمجموع الخدمات بالعشرات التي يقوم بها الموثقون لفائدة المرتفقين، بحيث أن الموثق يتقاضى عن العقود التي يتلقاها وعن استيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية عند الاقتضاء أتعابا لا تتجاوز التعريفة المحددة في اللائحة الملحقة بالمرسوم، ما لم يقع النص على مقتضيات مخالفة. هذا الشق الأول. إضافة الصوائر المثبتة إلى مبلغ أتعاب الموثق، ثم تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها مع مراعاة أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمات التوثيق والموثقين. إذا الإنصاف للطرفين معا، وأن تكون مناسبة لهذه الخدمة ونوعية العمل الذي يقوم به الموثق بالنسبة لكل عقد. وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا المرسوم أخذ بعين الاعتبار خصوصية السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، حيث تم اقتراح تسعيرة منخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، حيث تم تنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبقا أتعابا لا تتجاوز 5% من قيمة الأتعاب المحددة في اللائحة على لا يقل عن 1000 درهم، غير أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب 500 درهم. إذن درنا مراعاة الخصوصيات ديال السكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة، بحيث حددنا واحد السقف. أيضا تم التنصيص على عدد من المقتضيات التفصيلية، وأحد النصوص الهامة في هذا المجال، وتقريبا أزيد من 5 سنوات من العمل عليه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.